لا ده دولس يا فندم دكتور زويل ما كانش نوبل فقط، دكتور زويل ما يقرب من 60 دكتوراه فخرية، جوائز وأوسمة عديدة ربما لم ينالها أحد، هو أحد أبرز الشخصيات اللي ساهمت في تقدم المجتمع الأمريكي وهم يقدرونه جدا هناك، وكان يود أن خلاصة علمه وفكره يقدمها للمجتمع المصري، عشان كده بقاله 17 سنة بيحارب علشان يساعد مصر ونجح الحمد لله. ما نقدرش نقول أن دكتور زويل فشل، لا دكتور زويل نجح لأنه زرع بذرة كبيرة جدا في هذا الوطن وهي مشروع مصر القومي للنهضة العلمية.